اليوم الأحد 13/9 حرق خيام المعتصمين في ساحة اعتصام النجف الأشرف الساعة 7 صباحا. تعرضت الخيام للاعتصام عندما كان المعتصمين نائمون. الحمد لله والشكر ماكو أي إصابات بين الشباب، الله سترهم، وكانوا نائمين واحترقن فوقاهم. القرآن الكريم محترق. ثلاثة تسعة مساحة اعتصام النجف الأشرف. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم. بداية عندنا تردد جديد، ترددنا على مدار قمر النايل سات 10727 أفقي. نتمنى من الجميع أنه يأخذ ريموت التلفزيون ويدخل هاي الإعدادات الجديدة على أجهزة الاستقبال الخاصة به حتى نقدر نكون مستمرين وياكم 24/24. أي شخص يحب يتصل بالبرنامج، أرقام البرنامج الظاهرة أسفل الشاشة، عندكم ذني رقمين إلى الداخل العراقي، تقدرون تتصلون بنا من أي محافظة من محافظات العراق الحبيب. وإضافة إلى الأرقام الثلاثة اللي تشوفوها قدامكم، ذني الأرقام الثلاثة مخصصة إلى أو إلى جميع أنحاء العالم، إضافة إلى الداخل العراقي تقدرون تتصلون على أي رقم من ذني الأرقام. وعندنا رقم آخر مخصص لبرنامج الواتساب، هذا الرقم اللي تشوفوه فقط للرسائل، يعني لا حد يزعل علينا إذا ما استقبلنا اتصال على الواتساب. جهاز الواتساب اللي عندي ما يستقبل أي اتصال، فعذرونا مشاهدينا الكرام. الفيديو اللي شفتوه بعد شارة البداية هو حرق خيام المعتصمين في النجف. التاريخ تاريخ اليوم، والوقت قال اللي دا يصور شو وقت صباحا القوات الأمنية حرقت خيام المعتصمين. السؤال اللي ينطرح اليوم، ليش يعني روح الإنسان أو دم العراقي رخيص عند الميليشيات؟ شنو الأسباب اللي خلت أنه الدم العراقي مهدور أو انتهاك حرمة الحياة بالعراق سهلة، وخلت الميليشيات اليوم يعني عبارة عن آلة قتل فقط؟ السؤال الأهم أنه ليش الميليشيات والأحزاب والكتل السياسية والقوات الأمنية دا تتهاون بحياة الناس مهامتهم؟ حتى القضاء، مجزرة جامع مصعب بن عمير الكل شافها والكل يعرف المتهمين بها، بس طلعوا براءة. وطفل يوزع مي بالتظاهرات، شفت القوات الأمنية ايش سوت به؟ واحد راكب ماطور وشايل مسدس ومركب به كاتم ويقتل به ناشطين ويقتل به متظاهرين، ما حد يلزمه. بس مواطن عراقي ينخذ من البيت ويقولون الأهل أنه إحنا ماخذيه استفسار أو ماخذيه دقائق ونرجع لكم إياه أو للتشيك الأمني وما يرجع، وسنين. والاتصالات كثيرة بالبرنامج اللي تقول أنه أهالي ولدهم انخذوا من البيت مهما كانت درجته الوظيفية أو مهنته أو درجته العلمية، وكل شيء ما عندهم، واكو شباب صغار واكو قصر. واكو اتصال دخل للبرنامج يقول طفل عمره 12 سنه انحكم اعدام على جليقان بنزين 5 لترات جالون بنزين، انحكم بها اعدام قاصر، والمجرم اللي دا يقتل ما حد يحكي وياه. اللي قتلوا المتظاهرين بالبصرة أهل البصرة يعرفوهم، بس ما حد لزمهم، وتلقي الأمر مالتهم النقل من مكان لمكان، بل كتنسون ناس.
اللي كتل المتظاهرين بالناصرية همين يعرفون الناس، بس ما حد اللي زن بيهم. واللي كتل ريهام يعقوب أنا متأكد مثل ما أنتم متأكدين الحكومة والاستخبارات والمخابرات والجيش والشرطة والشرطة الاتحادية والسواد كلها تعرف من هو، بس ما حد لزمه. بالمقابل من يلزمون أربعة وعدهم منصات صواريخ وياهم خبير صواريخ إيراني، وراء 4 ساعات يطلعون من السجن ويدوسون على صورة مصطفى الكاظمي بالشارع. احنا نريد اليوم نريد نفتهم ليش الميليشيات دا تتهاون بحياة الناس، ليش العراقي عذرا هو مو رخيص بس عندهم رخيص، ليش دمه مهدور عندهم، ليش صوته ما مسموع، ليش كلمته مضروبة بعرض الحائط، ليش رغباته معميين عنها، وليش طموحاته لازم تنهد، وليش أحلامه لازم تتهدم. شاب صغير درس وتعب على روحه وتخرج وفرح بشهادته وتلقي البيت سواله يجوز حفلة، إذا بعدهم يسوون هذا الشيء، لأن الحزن مالي بالعراق اليوم، وفرحان بشهادته وقال خلص راح أبدي أتوظف وأروح وما أعرف شنو، طلع سوى تظاهرة يقول أريد وظيفة انكتل. شاب صغير يريد أمان انكتل. شابة عراقية تريد حياة كريمة انكتلت. مواطن عراقي طلع وقال هذا اللي دا يصير آني ما عاجبني، هو من الشعب، هو أساس هذا البلد مو الحكومات. اعتقلوه وضربوه وعذبوه وهانوه وما نعرف طلعوه لو بعده بالسجن. أبو زينب من النجف حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. الله يساعدك ويساعدك. والله هو بالنسبة لهذا الموضوع اليوم يعني موضوع المتظاهرين، أنا مو بس المتظاهرين أبو زينب، أبو زينب أنا مو المتظاهرين، أنا ليش دا تتهاون الميليشيات والأحزاب والقوات الأمنية بحياة المواطن العراقي إن كان متظاهر وإن كان لا؟ نعم وياك يعني، بس هي شغلة مترابطة. نعم. يعني هذول الناس اللي طلعوا يظاهرون هم صفوة المجتمع من كل الشرائح، يعني أشبه بالممثل عن المجتمع، وإلا هو ليش طلع ويعرف إذا يضحي بنفسه ويضحي براحته ويضحي بعمله ويضحي بكل شيء. بالمناسبة أكو بيهم يعني أكو بيهم مو محتاج، يعني لا يعني عنده وظيفة وعنده راتب أو عنده عمل صحيح ومأمن عيشة، بس كمشاركة إنسانية. أما هذول جايين يعني أغلبهم أنا اللي أخذ منها أنه أغلبهم دولة مو عراقيين أو ولاهم للخارج. نعم. هذول ما يحترمون الإنسان العراقي وكينونته، لأن هذا هيك إنسان يعني، ومع الأسف جزافة نسمي إنسان. هذا حتى بالقرآن الله يقول الأقربون أولى بالمعروف. هذا ابن بلدك مهما يكون هو محسوب عليك. أنا مو أظاهر عليك الأجنبي وأظهر عليك من غير دولة وأنت ابن بلدي أسحقك. نعم. ليش أنت تسور؟ ليش أنا أطلع عليك كذا؟ أكيد هذا يعني وصلت حزة مثل ما يقول، وصار الجرح غائر وعميق جدا، وصلت إلى جلد الكرامة الوطنية. نعم. يعني الآن الإنسان العراقي بلا كرامة، بلا كرامة بمعنى الكلمة، يعني شرد يعبر بكل مستويات التعبير، يقمعوا قمع، يعني حتى إسرائيل ما تقمع الفلسطينيين مثلهم، هتلر وحزب النازي ما سوى هالشكل باليهود، يعني ما أعرف دولة من أي دين من أي ملة من أي طينة. هذا إنسان دي يطلع كل هاي وسائل الإعلام دي يقول لك لا عنده وطن لا عنده بيت
لا عنده عمل، لا عنده كذا، مهجر في داخل بلده، مضطهد في داخل بلده. انتم تدعون انه اجينا بالتغيير ومن اجل الشعب العراقي المضطهد وكذا، اشو انتم اضطهدتوا بعد 100 قاط عن قبل. نعم. انتم هذول لان ولا مو لابن البلد ولا هم للخارج. والغايه منها انه هم يثبتون في كراسيهم الموجوده الان ويستنزفون جميع طاقات وثروات العراق وياخذوها لهم. ذولا تشوفهم يمكن 99% و19 هم عوائلهم بالخارج وقاعد هنا جاسمين على صدور الناس، لم حقق لهم شيء، لم حقق لهم اهداف، لم حقق لهم فد رفاهيه فد. يعني العراق اغنى دوله نفطيه في العالم، افقر شعب العراق مهجر. تفضل هاي الصور شوفوا معنا كانما شلون المهجرين ب 48 مال فلسطين. نعم. المطلوب بعد كل هاي الصيحات وبعد كل هاي الاحتجاجات كذا ان تتدخل بشكل جدي وفعلي جامعه الدول العربيه والامم المتحده، ويعتبرون ذولا انه ناس مضطهدين وتمارس معهم اعمال ضد الانسانيه. اقتل، اذبح، احرق، زين جيب هذا محتاج ومحتاج سلمي، تجي تحرقه ليش؟ تجي ضربه رصاص حي ليش؟ تجي ضربه قنابل يدويه قاتله ليش؟ فاذا النوايا انه هم ما جايين من اجل مصلحه هذا الشعب، هم جايين لخدمه الاجندات الخارجيه ومصالحهم الذاتيه فقط. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام والرحمه والاكرام. مشاهدينا الكرام ويانا من الكويت سعد، حياك الله يا سعد. بنا يا محترم، تحية لك وللبرنامج وللقناة ويرجع الانتباه. أستاذي أين دور النائبات من هذا الاقتتال والتعذيب؟ نعم. أين دور النائبات العراق؟ أيضا وين دور السيستاني يعني كجهة دينية، يعني أين دوره يعني من ناحية النهي عن القسوة وتعذيب الإنسان وإهانة كرامة الإنسان والقسوة وتعذيب الإنسان؟ هذا لا يجوز مع انهم عرب ومسلمين يا استاذي. فانت قلت ايضا مسجد العمير، مسجد العمير هل هو اللي في دياله يعني ولا؟ نعم نعم، مجزره جامع مسجد مصعب بن عمير اللي صارت بدياله. الديمقراطيه والدستور والديمقراطيه، ونرجو احترام الانسان وكرامه الانسان وتوظيف العاطلين عن العمل واعاده بناء العراق واعاده النازحين الى مناطقهم واوطانهم. تحياتي لكل البرنامج والقناة. شكرا شكرا لك اخ سعد. ابو فيصل من السعوديه، حياك الله يا ابو فيصل. ابقاك الله استاذ، مساء الخير. مساء الانوار. تحيه لك والقناة الكادر الطيب، وتحيه ثوره التشريع. حيا من قال. بالنسبه الله يكرمك، بالنسبه هم تقول ارخصي الدم العز، نعم ارخصي عندهم لانهم مو خايفين، مو خايفين من دولة، لانه الرئيس والوزراء هم مختارين على شك على 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 مواصفاتهم. وقضاء لا يوجد قضاء، الامن لا يوجد امن، كله ميليشيا يدمج. ولا توجد دوله بالعراق اصلا، هي كل عصابات تابعه لايران، ميليشيات تابعه للقدر الخميني، كلها من كلها معاجل بالعراق، واكثرهم واغلبهم كلهم شارك بحرب النظام الايراني جارت السوء على العراق التي انهزمت بها ايران على يد الجيش العراقي البازل. وهم كلهم حاقدين وخونه، كلهم خونه عملاء، كلهم منهم رئيس الجمهوريه من العملاء، رئيس الوزراء هو فاسد ومجرم، فهم فاسد. لكن نحن نهني الشعب العراقي مسبقا بثوره تشرين والنصر القريب ان شاء الله. وتحيه. حياك الله ابو فيصل. يعني ابو زينب يقول اكو ناس من المتظاهرين هم ما محتاجين دليل. الناشط المغدور امجد الدهامات يعني حتى عائلته يقولون انه هو ما محتاج، لا محتاج وظيفه ولا محتاج فلوس ولا محتاج من احد، او انه وضعه تعبان بحيث حتى يقول لك انه طلع على الوضع انه هو متاذي، ما يسور الحال على راس وظيفته وعلى منصب حسب ما افتهمت في ولايته، لكن قتل. ليش قتل؟ لان حكى، لانه وقف ويا الفقير، وقف ويا المواطن، وقف ويا العراقي. وامجد الدهامات واحد من عشرات الناشطين اللي اغتيلوا، واكو عشرات الناشطين اللي اختطفوا.
دول ناشطين، واكو الوف المواطنين اللي اختطفوا وعذبوا ويعني وقعوا على اوراقهم ما يعرفون هم على شنو توقعوا، على شنو وقع هو ما يعرف. والقاضي اللي حكمه اعدام او حكمه مؤبد عفوا يعرف بي انه هو وقع على اعتراف تحت التعذيب، ويعرف كلش زين انه هو ما مسوي. والقاضي اللي حكم المواطنين اللي مالين المعتقلات العراقية والسجون يعرف ثلاثة أربعهم أبرياء، بس هم حكمهم. سعد من السعودية، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام والرحمة والإكرام. بارك الله فيك يا أخونا الفاضل، وبارك الله في هذه القناة المباركة، وبارك الله بعمرك. في أهل العراق المباركين. يبارك بعمرك يا رب. هذه العصابة المجرمة ضاق الخناق عليها. نعم. لهذا اعتمدت إلى هذه الأساليب اللي تبين أنه فضل الله وصمود هذول الثوار رغم كل ما حصل عليهم من قتل وإجرام بحقهم وحق أهاليهم وحق وطنهم قبل كل حاجة وكرامتهم على هذا الوطن، اعتمدوا على هذه الأساليب العفنة اللي ما يعتمدها إلا أهل الخصة والإجرام اللي هم يتمثلون فيها، تمثل فيها هذه العصابة. لكن هذه بشرة سارة إن شاء الله لأهل العراق، إن شاء الله تضييق الخناق على هذه الطغمة الفاسدة هذه وجزرها من العراق بكافة، وقادرين أهل العراق إن شاء الله بقوة الله وحيله إنهم يشيلون هذه الطغمة الفاسدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حتى مهنة الصحافة اللي هي تسمى في كل العالم السلطة الرابعة، اللي ما يعرف معنى تفسير السلطة الرابعة، هناك ثلاث سلطات: سلطة تشريعية وسلطة مدنية، عفوا سلطة تنفيذية وسلطة قضائية والصحافة، سموها السلطة الرابعة. ليش سموها السلطة الرابعة؟ لأنه الصحفي بإمكانه أن يدخل إلى أي مكان ويلتقي بأي شخص ويسوي لقاء في خصوص أي شيء ويحكي بأي شيء. يعني الصحفي بالعالم المتحضر انتقد حكومة، ما انتقد حكومة، انتقد وزارة، ما انتقد وزارة، حكى على رئيس، ما حكى على رئيس، ما حد يحاسبه، لأن هو صحفي شغله أنه يجمع معلومات، ينتقد، يمدح، يكتب مقال، هذا شغله. بس بالعراق اليوم الصحفي اسمه صحف، الياء ما موجودة، لأنه لازم يشوف المسؤول شي يريد، ومو المسؤول، رئيس الكتلة الحزبية اللي بالبرلمان يشوفه شي يريد، ولازم يتعامل ويا كل كتلة حزبية مثل ما هو يريد، لأنه إذا حكى الصحفي اللي بقلبه ينقتل. ولهالسبب مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين قال عشرات الصحفيين والإعلاميين والناشطين هربوا من العراق خوفا على حياتهم وعلى حياة أهلهم. عند اتصال أبو سعد. أبو حسن من بغداد، حياك الله أبو حسن. شلونك أخوي أفل؟ هلا بيك عمي أبو حسن. عاش من سمع صوتك، والله مشتاقي لك، الله شاهد. أنت العايش حبيب قلبي، موجود. الله يخليك. أخوي أفل، طبعاً الميليشيات كلها عميلة لإيران، لأن تأخذ أوامرها من إيران، والحكومة عميلة لكل الدول. نعم. سواء إيران، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، كل الدول عميلة لها. لأن كل واحد عنده جنسية ويمشي براحته، فهم يهددون أي عراقي ينادي به بحقه الشرعي. الصحفيين التهديدات، وكل واحد داز له مثلاً تهديد بأن داز تتكلم نقتلك، وبيهم للراحة وسافرة، وبيهم للقتلة، فهو حكومة عميلة تترجى منها. يعني هو تاريخهم أسود وعمالتهم عمالة أفاعي. يعني حتى اليوم يقول لك المرجع مال إيران مستقبل هاي المسؤولة، وعلى أساس يسوي انتخابات. أي انتخابات؟ يعني ها صار 17 سنة، خلي يفكر العراقي بتمعن. يقول هاي الحكومة سوت، جابت ميليشيات وفجرت جوامع وحرقت القرآن وقتلت الإنسان وحرقت الزرع. أنا هاي الرسالة حقولها للعراقيين، كافة
يعني استفكروا بينكم وبين نفسكم صار كم سنة شنو سوت لكم هاي الحكومة من شاف قتل إرهاب سرقة أموال الناس قتل على الهوية قتل الأطفال يعني شنو أنتم تفكرون فكروا يا عراقيين هذول أعداء الإسلام الجيش والميليشيات وحتى أي واحد يسوي بالدولة هو عدو للشعب ولا الشعب لما ينادي بحقوقه المفروض ابن الشعب إذا هو ابن الشعب ابن الجيش لازم يوقف ويا المواطن عشان هذول ضد المواطن كواتب حسين عشان وين أنا بميشيغان لو بالولايات المتحدة الأمريكية كاتم كواتب إحنا سمعناها بس منذ الاحتلال ولحد هاللحظة هذول متمرسين بقتل العراقيين يعني هذول عمرهم ما يكونون بشر أبدا ما أدري جايين من كوكب إيران ما أدري كوكب أمريكا ما أدري كوكب إسرائيل ما أدري كوكب بريطانيا ما أدري فرنسا فهذول هم هذول أعداء الإسلام جاي الشرطة شرشاء ما شاء الله يعني أتصور ذاك اليوم أنا اتصلت بكم أكو فقرة نسيتها يعني بس إيش أتذكرتها طببونا الدواعش أتصور فتشغلة صارت نعم يعني اثناء نجيب تجي سياره مع المواد يعني تجي من خارج العراق وقفتها سيطره بالنجف راح اعطيك هاي الفكره وخلي يسمعوها العراقيين يا عراقيين يسمعوا هاي القصه وهي حقيقيه والله حكاليها السائق مختصر مخلص من الدواعش من الاردن اللي هنا وصل السيطره الرئيسيه مع طب النجف سال على المنافس قال له يا ابو هالمنافس اعطيني اياها طاهيه قال له وين الورقه مال الدوله الاسلاميه الوصل قال له والله خلصت منهم وطلعت قال له لازم ترجع لهم والله يحكي لي السائق هذا يقول له للسائق يقول له ارجع لهم وجيب لي وصل اذا الحكومه متورطه بدخول داعش على العراقيين وقتلوا ما قتلوا بالغربيه ومصعب بن عمير ومجامع ساريه يعني هذول كلهم اعداء الشعب اي واحد يتعاون ويا الحكومه هو عدو للشعب فلا تثقون باي واحد بهم كلهم دول اعداء حتى دول سياسي السنه يعني ما اريد افشل العيب لان اكو ناس تستمع نساء ورجال هذول اعداء ما اعداء للشعب فكروا يوم من الايام هذول النازحين بذاك البرد والثلوج فكروا بهم فكروا بالمخفيين قسرا فكروا بهم لا دجلوا وقالوا ممثلين عن الشعب وعن الشعب هذول عمرهم ما يبنون دوله ولا أصلا هم بشر والعراقي العراقي الأصيل يدافع عن دينه وبلده وعن عرضه هو الإنسان يموت على من؟ على دينه على عرضه على ماله نعم فيا عراقيين أصحوا 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 خلوا عقلكم وراسكم ترى دولة ما ينفعوكم ولا يخدمكم يوم من الأيام ولا لحظة لأن هم دول أعداء الشعب نعم شكرا شكرا لك ابو حسن ابو محمد أخوي. من فنلندا ويانا حياك الله يا ابو محمد حياك الله السلام عليكم عليكم السلام والرحمه والاكرام الحلقه على الميليشيات الميليشيات هاي محتل مو ميليشيات هاي ولا انا يعني اسف محمد مو ابو محمد تفضل اخوي محمد من نعم فنلندا. اسف اعتذر لا على راسي يا اخوي هاي دولة مو ميليشيات او دولة محتل دا ينفذ مشاريع بالعراق اباده الجماهير للشعب العراقي حرب اباده الجماهير للشعب العراقي جميلك الله علي هادي هم قتلوا احمد راضي هم قتلوا وهذا نابر ساقي هم قتلوا شق واحد طب المستشفى عراقي سواء كان ما بي شيء ما بي كورونا يموتونه ويقولون بي كورونا ويدفنونه وياخذون فلوس من اهله هاي عباده للشعب العراقي الشعب العراقي عليه يصحى 21 ان شاء الله الفصل يكون نعم الشعب العراقي ما له غير بس الثورين كلها تتحق بالثورة ظلم ونساء وأطفال ورجال كلها تتحق بالثورة ماكو حل غير هذا الشيء الأمم المتحدة اليوم شفنا الأمم المتحدة ملتقية ويا المرجعية ملتقية ويا المرجعية بلاوات أخ محمد
يعني هنا لازم نطرح سؤال مهم جدا يعني، ويمكن تلقي هذا المواطن دا يفكر به ليل نهار. اوكي، فلنفرض انه الحل الوحيد للشعب العراقي هو الثوره، بس بالمقابل اكو 6000 حزب على 8000 ميليشيا بيهم 80000 عنصر، من تحسبهم يعني الشعب شلون راح يوقف بوجههم وهم عندهم دبابات ورشاشات ومدافع وطيارات وطيارات مسيره؟ ما راح تتوقع انه راح تصير حرب بين طرفين؟ عصيان مدني، عصيان مدني ما يروح للدار، عصيان مدني يعرف ميليشيات ومسلحين وكل شيء عندهم والدوله والفلوس والامكانيات كلها عندهم، بس عصيان مدني. نعم. مو دا يروحون ملايين للزياره، ملايين للزياره مو دا يروحون، مليونين بس يطلعوا، مليونين بس، بس النسوان كافي عليهم دوله مو زلين، الله وكيلك مو زلين، بس النسوان كافي عليهم. لو زلين ما يخالف، جبناء دولة، انت شفت هاي، انت شفت ذاك اليوم هاي هاي البصراويه بالسلاح شلون قاومتهم، بس رمت عليهم طرف كلهم شردوا، جبناء دولة، يراد لهم عين حمراء. ولادهم ناس توقف بوجههم وما يخاف، ما تخاف الناس، ما تخاف تظل تحكي، تظل تطلع تباعد حق، مو حقك شنو؟ حقك ماكول ماكول. اخي اباده جماعيه، احنا ماضيين على اباده جماعيه، وكل العراقيين راح يموتون، وكل العراقي ما يبقى واحد، ما يستم واحد، الله وكيله. هذا احتلال ومنظم، ويعرفون شلون يشتغلون، يعرفون شلون يطبون بالدين، يطبوله كل شيء يطبوله. نعم. وانا اشكرك اخوي. شكرا، شكرا جزيلا لك اخ محمد. مشاهدينا الكرام، برنامجنا متواصل وياكم، بس بفاصل قصير لا تروحون. سيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، انت وصيت الوزراء، كل الوزراء بكافه الوزارات ان ينزلون المتظاهرين. حملت الشهادات العليا صار لها 8 اشهر هنا، 8 اشهر نايمين بالشارع. معقوله وزير التعليم يخالف امرك او ما يدري بكلامك؟ خلي يسوي نفس ما سوى وزير الزراعه، نزل المعتصمين، نزل لكم الوزير، نزل لكم، شافكم صاركم مش قد هنا، 8 اشهر نايمين هنا، 8 اشهر دقنا الضيم، دقنا الفلاس، دقنا الحار، والله العظيم ناس تعبانه، حتى اجور كرومات ما تقدر، ما عاد ترجع للبيت. اللي وين هاك ما جاي بطريق اللافته، والله بطريق اللافته هاي اللافته، وجاي عبر عن حقه. الله شاهد، البارحه وين، البارحه وين تغدينا؟ مو بالنا بالموكب، والله تغدينا بالموكب، بالموكب تغدينا، نعم موكب براس الفرع. زين هاي جبنا لهم، رحنا فاصوليا وتم من هذا غدت العالم، الناس الخير صدق علينا. سيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مناشده، احنا اولادك، احنا ابنائك، لازم نشوف لنا صيغه حل، والا هاي الجماهير والله ما تسكت، ما تسكت ابد. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه ببرنامج صوتكم. قبل ما نكمل موضوع الحلقه وندخل فيما يخص حمله الشهادات العليا، نحب نذكركم مره ثانيه انه احنا عندنا تردد جديد، ترددنا 10727 على مدار القمر نايلسات. اللي سمعتوه بعد الفاصل ترى يدمي القلب. حمله الشهادات العليا، الشهادات العليا اللي هم الماجستير والدكتوراه، ذولا اللي من المفترض انه الغالبيه من عندهم انه يكونون اساتذه جامعيين، اللي درسون ولدنا بالجامعات واللي خرجون اجيال المستقبل، ذولا هم حمله الشهادات العليا. المفترض الغالبيه من عندهم يشتغلون في مؤسسات حكوميه ولازمين مناصب حتى يبنون البلد، لانه هو درس حتى ينفذ اللي درسه على ارض الواقع، حتى يبرمج عفوا او يترجم اللي درسه وتعب عليه وسهر عليه واخذ الشهاده الى مشاريع على ارض الواقع. حملت الشهادات العليا ما اخذوا الشهايد حتى يتشرشبوها
ويعلقوها بالحياطين ببيوتهم وما يستفادون من أدها. 8 أشهر هم باب الوزارة ما حد سمعهم، ما حد إجاهم، ويقول له ما عندي فلوس. يقول له الناس تصدق علينا، جبنا لهم شوية من الموكب، جبنا لهم شوية من الناس، ووكلنا العالم اللي واقفين هنا. أنتوا تتخيلون شنو يعني واحد عنده دكتوراه؟ تعرفون إيش قد سهر وإيش قد تعب ده يحصل الدكتوراه أو شهادة البي إتش دي؟ تعرفون بالعالم كله أعلى راتب هو راتب مو الدكتور الطبيب، الدكتور اللي حامل شهادة الدكتوراه؟ تعرفون حملة الشهادات العليا بالعالم كله معززين مكرمين؟ بس بالعراق، بس بالعراق شكو برلماني حط الدق قبل اسمه، هو ما شايف الجامعة ويمكن ما شايف الثانوية، أمين جاب الدكتوراه ما أعرف. شكو برلماني طلع وقال أني الدكتور فلان الفلاني ويكذب على العالم. واحد بيهم ماخذ شهادة الدكتوراه باللغة العربية من جامعة نيجيريا، والأخ رايح ماخذها من باكستان، والأخ رايح ماخذها من ما أدري من وين. وذولا اللي تعبوا وسهروا وشقوا كل شيء ما محصلين. أبو أحمد من هولندا حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والرحمة والإكرام. سعد حسن، من يدافع عن شرف العراقيات اللي بالفلوجة والأنبار؟ مو الميليشيات؟ من يدافع عن شرفهم؟ من الدواعش التوانسة والجزائري والمغاربة؟ من يدافع عنهم؟ والله العظيم من قلت السلام عليكم عرفت راح تحكي الحكاية باوع. ليش باطل؟ كذب كذب؟ اي والله كذب. تقول لي عاد من يدافع عن من يدافع عن الفلوجة دافع؟ أرد أسألك سؤال، أرد أسألك سؤال، اللي دافع عن أخوه يعايره؟ إيه؟ عايرة؟ مو انت تقولون الميليشيات، مو تقولون ميليشيات النار كلها تحشون عليها قتلة وذبحات. كم واحد من داعش المجرمة، كم واحد من ميليشيا داعش الإرهابية كان موجود بالأنبار بالأرقام الحكومية؟ إيش قد؟ من يدخلهم؟ من يدخلهم؟ مو شيوخ الأنبار دخلوهم؟ بس جاوبني على سؤالي لا تحرفني الله يخليك. كم واحد قالت الحكومة بزمن نور المالكي وحيدر العبادي؟ إيش قد قالوا أكو من داعش بالأنبار؟ جاوبني. يعني هاي شيوخ الانبار ذول اللي كانوا اربعه. اخويا اخويا ابو احمد دا اسالك سؤال تجاوبني عليه لو لا. اي كم واحد قالوا بالانبار من داعش؟ ايش قد؟ 4 5 ما يقدرون. 8000 يقدرون. ها 8000 قالوا شيوخ الانبار. مو كلهم مسلحه؟ مو كلهم مسلحين ابو احمد؟ ابو احمد ابو عوف شيوخ الانبار، شيوخ الجنوب كلهم مسلحين. خلينا نحكي بدنا نحكي بدنا نحكي واقع. احنا الأنبار قالوا داعش بها 8000، عمي من عندي طرح 7000، إيش قد صاروا؟ إيش قد صاروا؟ 15. تعرف الميليشيات ورا ما حيدر العبادي قال انتصرنا على داعش، إيش قد كتلة من أهل الأنبار؟ أدري كتلوا من أهل الأنبار فوق 80000 واحد يا أخوي، ذولا كلهم داعش. بس اسمع، بس اسمع، هذا الخميس الدامي والاربعاء الدامي من كان يفجر؟ مو كله من الانبار كانت تجي السيارات المفخخه؟ مو كانت تجي من الانبار من الثلوجه؟ زين راح اسالك سؤال ثاني عمي. انت ما راح تقتنع بكلامي، راح اسالك غير سؤال. ابو بكر البغدادي وين كان مسجون؟ ابو بكر البغدادي، ابو بكر البغدادي مو واحد وحده، دا اقول لك التوانسه اللي ابو بكر البغدادي عوف التوانسه وعوف ما اعرف شنو، خلينا نحكي على الراس، وين كان مسجون؟ اخي ابو بكر البغدادي شنو طياره هو؟ دسولي سوبرمان هو؟ شنو فاسبندر هو؟ ما كان مسجون بسجن التسفيرات؟ منو هالربا بزمن نور المالكي؟ اخي هو هذا لا يحل ولا يربط. شنو هذا؟ ما يحل ولا يربط. منو دربهم؟ ها؟ منو دربهم؟ مو بايران تدربوا؟ اخي اللي جوي الدواعش التوانسه والدواعش الجزائريه. باوع 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 باوع، انت بتشلب لي بالتوانسه وبالمغاربه وانا دا احكي بغير موضوع. كذب كذب يعني كذب؟ اخي احنا ما بدنا نحكي بهذا الموضوع، انا دا اقول لك ميليشيا داعش الارهابيه احنا راضين عليها؟ ميليشيا داعش الارهابيه اللي دخلوها للفلوجه وللانبار هم دخلوهم شيوخ الانبار؟ لا والله يا اخويا مو شيوخ الانبار. لا لا لا، الجيش العراقي اللي انسحب بزمن نور المالك اللي دخلها. مو مو قام يضربوا بالاحجار اهل الانبار؟ مو ضربوا بالاحجار؟ ضربوا المن؟ ضربوا بالاحجار؟ ضربوا المن؟ قام يضربوا بالاحجار قام يسحبون الجيش المالكي؟ المن المن؟ الجيش مال المالكه مو كان يضربوه اهل الفلوجه والانبار قام يضربون بالاحجار؟ ما قعدوا ببيوت الانبار، ما قعدوا ببيوت الموصل، ما لبسوهم دشاديش اهل الانبار واهل الموصل وحموهم؟ لا ابد.
اخي لازم تحكي لازم تحكي لازم تحكي بصراحه. ابو احمد ابو احمد انا ما احكي عمي ابو احمد انا ما احكي انا كذاب روح افتح اليوتيوب. كذاب شنو كذاب انا احنا ولدي القريه شنو كذاب انا كذاب روح افتح اليوتيوب وشوف داعش شلون دخلت وشوف اهل الانبار واهل الموصل واهل تكريت واهل ادياله شلون حموا الجيش من داعش وشلون جيش المالكي لبس دشاديش وانهزم وعاف سلاحه واللي يريد يحمي ناس ما ينهزم يا اخوي العزيز واللي يريد يحمي مدينه ما ينهزم واللي يريد يحمي مدينه ما يهدم واللي يريد يحمي عرض ناس ما يهدم وإذا تريد نفكر هيجي فالجيش العراقي حمى أعراض العراقيات والعراقيين بالفا ومن الإيرانيين بالثمانينات بس ما انحكت هاي الحكاية عيب 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 علينا نقول نحمي أعراضكم لأنه عرض أي عراقية هو عرضي عرض أي مواطنة بالعراق من زاخو للفاو هو عرضي ليش هالتقسيم هذا؟ ليش لما امريكا وايران والحكومه العراقيه ضحكت علينا بداعش يجيني واحد يقول لي داعش انتو دخلتوها راح ابو احمد راح ابو احمد كان دارد اسال ابو غريب منو فتح السجن مالتها كان دارد اساله اشهر هم يحكمون بهالمدن هاي ما حد تحرك ما حد سوى لهم شيء لما انطبوا الجيش وفلت وعاف سلاحه ولو تعرف بالقوانين العسكريه شنو يعني فريق يعوف فرقته او جندي يعوف فرقته ويعوف سلاحه وينهزم الخيانه العظمى زين جامع مصعب وجامع ساريه ومجزره كركوك ومجزرة الحويجة مجزرة الحويجة ومجزرة الموصل منو كتلهم ذولا وتفجير الكرادة منو تبناه يا أبو أحمد ليش نحكي بهالطريقة هاي عندي اتصال من أبو من كركوك أبو حيدر حياك الله السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام تحية لكم كما طبعا حياك الله اخوي العزيز الله يرضى طبعا نحن من صفوف نعم اعراض اهل الانبار مجنونه لان هم اشراف وما اشراف ما يحتاجون واحد يحمي عرضهم بس اللي هو قاعد في هولندا ما ادري في فنلندا خلي يحمي عرضه خلي يحمي عرضه خلي يحمي عرضه لا يكون يحمي اعراض الاخرين اعراض الاخرين اعراض الاخرين مجنونه لا هو ابو احمد خابرني من هولندا اردت اساله اقول له انت ايش عندك بهولندا وراح ابو حيدر من كركوك انقطع الاتصال وياه اتحول الى رسائل الواتساب عندي رساله وياي تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا عياد علوان ولدي معتقل في سجن سوسة أسأل عن المواجهة شوكتي فتحوها لأن والله مشتاقين لولدنا صار لنا 9 أشهر ما مواجهيهم ومنكم نطلب المناشدة لأنكم شرفاء بحق وفق الله قناتكم الكريمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناشدة إلى جميع من إلى حكم بالعراق جميع من يقدر يسوي شيء من الأهالي لأنه يردون يشوفون ولدهم أم عبد الله من بغداد ويانا حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. خبرتك إلى قناتكم الشريفة. حياك الله أختي. يعني إحنا على هذا الوضع واللي بنسمع هاي الذيول الكاذبة اللي قاعدة تطلع هذول اللي فسدوا أو دمروا العراق يعني سبق وإن دزيت أنا صورة إلى أن ترى في قناتكم الشريفة. انه ابو بكر البغدادي كان قاعد ويا العامري ونور المالكي والعبادي هذا ابو بكر البغدادي في احد فنادق بالعراق زين هذا مو دلاله على انه هو اتفاق كل القوى الطغمه الفاسده ضد العراقيين استاذ يعني هذا اللي احنا بنشوفه احنا يعني والله العظيم يعني احنا كشعب احنا شعب ندلينا من وراء هذول الشكولات
هذول اللي دمروا العراقيين، دمروا كان عندنا الجيش هو رابع جيش بالعالم، عندنا كانت سلطة سياسية يعني اللي يتحرك أو اللي يسيء الأدب من كان من كان كان يأخذ عقابه. هسه كل الحفاظ حفاظ الأوراق اللي جوا عندنا قاموا يعني يقومون بعملية إذلال الشعب العراقي برجاله بنسائه بأطفاله. يعني هذا الوضع إحنا متى راح نبقى على هذا الوضع؟ إحنا نسمع اللي هيك ديول طاغية يعني وكاذبة تكذب على الشعب العراقي وإنه يدمرون الشعب العراقي. يعني إلى متى أنا راح نبقى هذا؟ والله اللي يدم القلب هذا الشيء اللي نسمعه. يعني إلى متى هذا الوضع؟ يعني إذا إحنا ما نكون عراقيين صحيحين وإحنا نقلع على هاي الطغمة الفاسدة، يعني هسه الجزائر من حاربة الفرنسيس قد قدمت شهداء مليون مكسور. يعني إحنا نظل ننتظر إنه اغتيالات والقتل الجماعي والجريمة اللي صارت في العراق كلها، ماكو استقرار. استقرار ماكو استقرار بالعراق. يعني إذا إحنا ما نحس على عراقنا، يعني عراقنا راح تدمر. إذا هذول الشباب اللي طلعت هسه آخر زمن إنه تقوم بعملية إبادة الشعب العراقي، وإحنا إلى متى راح نبقى ثابتين على هذا الوضع؟ إحنا ترى أمام عصابة يعني أمريكية إسرائيلية إيرانية تتبيد الشعب العراقي. فيا شعب أنتوا أصحوا على نفسكم، أنتوا لازم تتوحدون كلكم، لازم يعني تصير هبة واحدة من قبل الشعب العراقي ككل. يعني احنا ننتظر الى متى؟ والله العظيم ترى في يعني يقهر احنا هذا الشعب هيك يصير؟ نعم هاي الام العربيه هيك يصير؟ الاسلام وين؟ الاسلام وين؟ يعني هو هذا عصر التدمير، الاسلام عصر تدمير الحق. طيب. يعني كل واحد يحكي بالحق يسكت، لازم يسكتوه، اما برصاصه اما بتعذيب اما القاء قبض عليه. والى متى هذا؟ فهذا رساله انا موجهه الى الشعب العراقي. نعم. اذا احنا ما نكون كشعب واحد سنصل النتاره. تحياتي لك. شكرا لكم عبد الله. يعني هي اكو مشاكل كثيره. من طلع ابو احمد ويقول شيوخ الانبار هم اللي دخلوا داعش، زين والحج داعشاري هم من وين؟ من الفضاء جوي، من الارجنتين جوي، زين والصحوات اللي كانوا، زين الانبار واهل الانبار ما قاتلوا داعش؟ اهل الانبار واهل موصل واهل صلاح الدين ما نطوا شهداء بسبب داعش؟ احنا دا نقول داعش مجرمه بس ضحكوا على الشعب العراقي بيها لان دخلوها إلنا الأمريكان والإيرانيين وبمساعدة الحكومة. هاي لازم نعرفها. ويزعلون نقول ميليشيات. لعد من يلزم واحد برتبة لواء وباج يا مستشار إلى مصطفى الكاظمي وسيارات وحمايات من وزارة الدفاع وفضائي، ويلزم واحد اليوم اسمه علي خضر رزاق شطب فريق أول ركن عنده 22 باج ويأخذ راتب وفضائي؟ إيش يسموها؟ لعد مو ميليشيا. رسالة أخرى عندي ويانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم وحفظ الله قناة الرافدين الناطقة بالحق وناقلة صوت المظلومين. أستاذ أفل، والله العظيم أتفاعل بوجوهكم النور على التلفاز، أنا أشدكم باسم الواحد الأحد من منبركم هذا أن تناشدون الجمعيات الأهلية بمساعدة المتقاعدين بتأجيل الاستقطاعات لنهاية السنة، خاصة جمعية الداوود وباقي الجمعيات. الاستقطاعات كسرت ظهورنا، رواتب ما عدنا، وقمنا ناخذ دين من العالم حتى نسدد القروض، ولا شغل ولا راتب. أخوكم محمد الشمري. طبعا محمد الشمري دزلنا هواي رسائل بهذا الخصوص. يعني الرحمة بأبناء الشعب العراقي من كافة الجمعيات، لأنه لازم تشوفون أنه الدولة ما دا تعطيهم شيء. الدولة اليوم أو قبل كم يوم أعلنت أنه احتمال 3 أشهر الجاية ماكو راتب. زين هذا اللي أخذ قرض من بنك أو أخذ قرض من جمعية أو من شركة، وين يطي وجهه؟ فالرحمة بالمواطن العراقي. السلام عليكم ورحمة الله، أنا أم كرار من بغداد، أطالب بزوجي وولدي
اخذوهم من تحرير الموصل لحد هسه ما نعرف عنهم شيء، والله ما عندنا غير الله وهم، اولادي بعدهم صغار وزوجي مريض بالسرطان، نطالب مصطفى الكاظمي بالعفو العام، والله ملينا. ربي يشفي لك زوجك ان شاء الله ويرجع لك اياه هو ولدك سالم غانم. السلام عليكم ابو حاتم من الموصل، تحيه طيبه للجميع. استاذ، العراق من مطلع السبعينات في التاريخ الحديث استرجع كل الحقوق المسروقه من قبل الاحتلال البريطاني ودول الغرب، والعراق دخل نادي الدول المتقدمه بالتعليم والثقافه والتطور الزراعي والصناعي والتطور العمراني والبناء، واخذت الاداره الامريكيه على عاتقها عهد تدمير العراق وجمعت الفاسدين بايعين ضمائرهم وشرفهم من المحسوبين على العراق ودربتهم على تدمير العراق باشراف عملاء ايران. هؤلاء هم الميليشيات والعملية الخبيثة في الخضراء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاث رسائل جايتني تقول أتمنى تدزولنا تردد لأنه فقدنا قناة رافدين. ننوه مرة ثالثة بالبرنامج أنه احنا عندنا تردد جديد ونجاوبكم إن شاء الله. ترددنا الجديد هو 10727 على مدار القمر نايل سات. فاتمنى اتمنى اتمنى من الساده المشاهدين انه ياخذ ريموت التلفزيون. هاي الاعدادات اللي تشوفوها قدامكم هي تردد قناه رافدين الجديد، اكرره 10727 افقي على مدار القمر نايل سات. فنتمنى نكون متواصلين وياكم على 24 على 24. بالختام مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم راح يظل مستمر وياكم بنفس الموعد يوميا. نلتقيكم على خير ان شاء الله في برنامج صوتكم. في امان الله.